مرحبا بكم. باش نكونوا معاكم في مجموعه من الفيديوهات تحاول تبسط ابرز ما جاء في الدستور الجديد. باش نبداو مع الاحكام العام اللي صار فيها بعض التغييرات بالمقارنه مع دستور 2014. اول تغيير لاحظوه هو الفصل الاول اللي الغى دين الدوله واقتصر على انه تونس دوله حره مستقله ذات سياده. نلقاو زاده انه التنصيص على نظام الدوله الجمهوري جاء في فصل وحده. في الباب الاول نلقاو زاده التاكيد على انه تونس جزء من الامه الاسلاميه والأمة العربية والمغرب العربي، واللغة الرسمية هي العربية بالطبيعة. شعار الجمهورية ما تبدلش، حرية نظام عدالة، وتغراء الجمهورية يحدوا القانون. واللي ما فهمش معناها تغراء هو الشعار الرسمي للدولة. أسد بربري يرمز للنظام، سفينة شراعية قرطاجية ترمز للحرية، ميزان يرمز للعدالة. العلم والنشيد بالطبيعة ما تبدلوش، وفي سياق آخر تم التنصيص على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، والدولة مطالبة باش تحميها كما مطالبة باش توفر الظروف الملائمة للشباب لتنمية البلاد، وإلزام الدولة على توفير كل السبل القانونية والمادية للشباب العاطل لبعث مشاريع. الباب الأول زاد تطرق لموضوع الثروات، وأكد أنها ملك للشعب التونسي، والدولة مطالبة بالتوزيع العادل لها، والاتفاقيات وعقود الاستثمار فيها يوافق عليها مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أخيراً الباب الأول ألزم كل من يتولى وظيفة على أنه يصرح بمكاسبه قبل وبعد نهاية مهامه. الباب الثاني من الدستور جاء تحت شعار الحقوق والحريات، وانطلق ضمان الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتوفير سبل العيش الكريم، وكل المواطنين والمواطنات متساويين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. الحق في الحياة مقدس وما يتمسش كان في الحالات القصوى، والدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، وجريمة التعذيب ما تسقطش بالتقادم، وما يمكنش إيقاف أي مواطن إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي، ولازم يتم إعلامه فورا بتهمته ويتعين له محامي، تتحدد مدة الإيقاف بقانون، والمتهم يقعد بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، ولو كان يتسجن عنده الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته، والدولة مطالبة باش تعاود تأهله وتدمجه في المجتمع. وفي سياق آخر نلقاو أن الدولة تحمي الحياة الخاصة، حرية المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، وكل مواطن حر في اختيار مقر إقامته والتنقل داخل البلاد، وعنده الحق في مغادرته وقت يحب، ويحجر سحب الجنسية من أي مواطن أو تغريبه ولا منعه من العودة إلى الوطن. في سياق آخر ينص الباب الثاني على أنه حق الترشح والانتخاب وتكوين الأحزاب والنقابات مضمون، والحق في الاجتماع والتظاهر، والحق في الأضراب ما عدا القضاة والجيش والأمن والديوان. حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمون، وما يتمش ممارسة رقابة مسبقة عليهم. تضمن الدولة الحق في النفاذ للمعلومة والحق في النفاذ لشبكات الاتصال. نلقاو زادة أن الدولة ملزمة بضمان الحق في الصحة والتعليم المجاني والماء الصالح للشراب والعمل وتوفير بيئة سليمة للمواطن والقضاء على التلوث، وملزمة بالتكفل بالأطفال مجهولين النسب ومساعدة المسنين اللي ما عندهمش سند، وتحمي الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن لهم الإدماج الكامل في المجتمع. تلتزم الدولة زادة بحماية حقوق المرأة ودعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. الفصل الأخير ينص على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، هذا كان في ضرورة يقتضيها الدفاع الوطني ولا الأمن العام ولا الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الأداب العامة، وما لازمش القيود هذه تمس بجوهر الحقوق والحريات. الباب الثالث للدستور طرق للوظيفة التشريعية اللي عوضت السلطة التشريعية، وفي بلاصة مجلس النواب فقط ولات مقسومة على اثنين، مجلس نيابي ومجلس وطني للجهات والأقاليم. أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم على 5 سنين، ممكن سحب الوكالة منهم في الحالات اللي باش يحدد القانون الانتخاب الجديد. النائب إذا انسحب من الكتلة اللي انتمى لها في البداية ما عادش عنده الحق ينتمي حتى كتلة أخرى. وبالنسبة لموضوع الحصانة خارج المجلس ما تبدل شيء، لكن داخل المجلس يفقد النائب الحصانة لو عطل أعمال مجلس النواب مثلا. المجلس مخول له التشريع في حدود اختصاصات محدودة، ومقترحات القوانين لازم تتقدم من قبل 10 نواب على الأقل، بينما يختص رئيس الجمهورية في تقديم قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. وديما مقترحات رئيس الجمهورية هي اللي عندها الأولوية، بينما مقترحات النواب ما تكونش مقبولة لو كانت تخل بالتوازنات المالية للدولة. مجلس النواب يصادق على القوانين الأساسية كما مثلا الموافقة على المعاهدات بالأغلبية المطلقة للأعضاء، والقوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، أما ما لازمش تقل على ثلث أعضاء المجلس. توا نجيو لمجلس الجهات والأقاليم اللي هو عبارة على مجلس نواب مصغر في كل الجهات والأقاليم، ومش ممكن أنه تكون عضو في 2 مجالس. كل مجلس جهوي باش ينتخب 3 أعضاء يمثلوه في المجلس الوطني للجهات، والحصانة متاع النواب هذم ممثل الحصانة البرلمانية. العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب باش تكون منظمة بقانون، ويمارس المجلس الأول صلاحيات الرقابة والمساءلة في المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخطط التنمية، وما يمكنش المصادقة عليهم إلا بالأغلبية المطلقة للمجلسين.
الباب الرابع من الدستور جاء تحت مسمى الوظيفة التنفيذية اللي عوضت السلطة التنفيذية واللي تشمل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. نبدأ مع رئيس الجمهورية اللي حسب الدستور الجديد لازم يكون دينه الإسلام وغير حامل لأي جنسية أخرى غير تونسية، وعمره ما يقلش على 40 سنة، ينتخب لمدة 5 أعوام وعنده الحق يجدد ترشحه مرة واحدة. يترأس الرئيس مجلس الأمن القومي وهو القائد أعلى للقوات المسلحة، ويعتمد ممثلي الدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول في تونس. في حالة خطر داهم من حق رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية، لكنه غير قادر في الحالة هذه على حل البرلمان ولا توجيه لائحة لوم للحكومة. يضبط الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات الأساسية، ويعين رئيس الحكومة وبقية أعضائها، وينجم ينهي مهام الحكومة أو عضو منها في وقت ما يحب. يسند رئيس الجمهورية الوظائف العليا في الدولة المدنية منها والعسكرية، كما يختم القوانين الدستورية الأساسية والعادية وينشرها في الرائد الرسمي. إذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه بصفة وقتية يعطي تفويض بوظائفه الرئيس الحكومة، أما في صورة شهور المنصب تماما يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس وما عندوش الحق يترشح للرئاسة حتى لو قدم استقالته، كما زاد ما ينجمش يحل البرلمان ولا يقيل الحكومة ولا يلجأ للاستفتاء إلى حين انتخاب رئيس جديد اللي نجم يحل البرلمان ومجلس الجهات ويدعو لانتخابات تشريعية جديدة. أخيرا، ما يمكنش مساءلة رئيس الجمهورية على أي عمل قام به في إطار مهامه المذكورة في الدستور. الجزء الثاني هو الحكومة اللي تسهر على تنفيذ سياسات الدولة والتوجهات اللي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة على تصرفاتها قدامه. أعضاء الحكومة عندهم الحق في الحضور في مجلس النواب ومجلس الجهات اللي بدورهم من حقهم أنهم يتوجهوا لأعضاء الحكومة بأسئلة شفهية ولا كتابية ولا بمعارضة الحكومة كاملة وتوجيه لائحة لوم لسحب الثقة، لكن لازمها تكون ممضاة على الأقل من طرف نصف أعضاء الزوز مجالس، وكان في نفس الفترة النيابية قدموا بأكثر من لائحة لوم. يولي من حق رئيس الجمهورية أنه يقبل استقالة الحكومة ولا يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة في ظرف 30 يوم. كما كل السلطات في الدستور الجديد، تبدلت السلطة القضائية بالوظيفة القضائية، يبشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، وتصدر أحكامهم باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ينقسم القضاء إلى عدلي وإداري ومالي، وكل صنف يشرف عليه مجلس أعلى يقوم بترشيح القضاة لرئيس الجمهورية اللي بأمر منه يقوم بتسميتهم. يتمتع القاضي بحصانة جزئية وما يمكنش إيقافه إلا في حالة التلبس بجريمة، كما ما يمكنش نقله دون رضاه، وما يمكنش إيقافه عن العمل ولا تسليط عقوب عليه ولا إعفائه إلا في الحالات اللي يضبطها القانون. يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة، وكل إخلال منه يتوجب مساءلته. يضمن القانون حق التقاضي على درجتين وجلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها، والتصريح بالحكم ما ينجم يكون كان في جلسة علنية. الباب الخامس من الدستور الجديد تم تخصيصه للمحكمة الدستورية، واللي هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 9 أعضاء، 3 من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، و3 من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، و3 من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخبوا ما بيناتهم رئيس. يمنع الدستور الجديد الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى، وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية ولا 30 عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب ولا نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتنظر زادة في المعاهدات اللي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها، والقوانين اللي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وتبقى الإجراءات اللي قرها القانون، وتنظر زادة في النظام الداخلي للمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يعرضوهم رؤساء المجالس هذا، وتنظر في إجراءات تنقيح الدستور ومشاريع تنقيح الدستور للبت في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور، وتصدر المحكمة قرارها في أجل 30 يوم من تاريخ إيداع الطعن وأغلبية الثلثين من أعضائها، وينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية ولا غير دستورية، ويكون قرارها معلل وملزم لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويرجع القانون اللي أقرت المحكمة أنه غير دستوري رئيس الجمهورية اللي بدوره يحيلوا لمجلس النواب ولا مجلس الجهات باش يعاودوا يتداولوا فيه ويعاودوا يرجعوه للمحكمة الدستورية بعد إصلاح وتعديل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به. الباب العاشر من الدستور تطرق لمسألة تنقيح الدستور، وعطى الحق في المطالبة بهذا لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، على شرط أنه التنقيح هذا ما يمسش بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. رئيس الجمهورية عنده الحق يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء،
وكل مبادرة تنقيح لازم تعرض من قبل الجهة اللي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبت فيما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرر في الدستور. ينظر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة بعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة، وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء تم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب أغلبية الثلثين من أعضائه في قراءته، تقع الثانية بعد 3 أشهر على الأقل من الأولى. يختم رئيس الجمهورية القانون المنقح للدستور بعنوان قانون دستوري ويصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.